الاكسنس والريفلكسو يعني. ده السكين انت عشان السكين عضلات الاكسنسور الاكسنسور جروب تبقى موجوده كرينيو لاترال. وضع ايه كرينيو؟ يعني ناحيه الكرينيال. بعرف الكرينيال طبعا الديكيشن بتاعي هو الحاف الحاف اللي قدام. وبتبقى كرينيال للتيبيا عظمه التيبيا يعني كلهم مرصوصين قدام عظمه التيبيا. ولاترال ناحيه اللاترال الازرق بتاعت الحيوان. اول عضله من عضلات الاكسنسور العضله دي بقول عليها لونج ديجيتال اكسنسور ماسل. يبقى دي عضله لونج ديجيتال اكسنسور ماسل لها تندون اسمه لونج ديجيتال اكسنسور تندون. يبقى العضله اسمها لونج ديجيتال اكسنسور ماسل والتندون لونج ديجيتال اكسنسور تندون. جنبها عضله اسمها اللاترال ديجيتال اكسنسور ماسل اسمها ايه؟ لاترال ديجيتال اكسنسور ماسل. التندون بتاعها لاترال ديجيتال اكسنسور تندون. لاترال ديجيتال اكسنسور تندون. اللاترال ديجيتال اكسنسور تندون واللونج بيتحدوا مع بعض ويعملوا تندون مشترك او واحد اهو اسمه كومون ديجيتال اكسنسور تندون. كومون ديجيتال اكسنسور تندون. بين بين اللونج ديجيتال اكسنسور تندون واللاترال ديجيتال اكسنسور تندون بيبقى في عندي عضله برضه اهي من ضمن عضلات الاكسنسور عضله صغيره دي اسمها الشورت ديجيتال اكسنسور ماسل. شورت ديجيتال اكسنسور ماسل. بقيت عضلات الاكسنسور عشان اشوفها يا اما بعمل زحة للونج كده يا اما بقطعها من النص زي ما احنا عاملينها كده وافتحها عشان اشوف بقيت عضلات الاكسنسور. اول ما بقطعها كده وارفعها بلاقي عندي الجزء الابيض طب ده كله شريط ابيض دوت او حاجه بيض عندي شبه الفيلم كده. دي عباره عندي عن الفيبولاري ستيرشوس. الفيبولاري ستيرشوس اللي هي دي تحتها عضله اهي تبقى عباره قدام التيبيا تبقى موجوده قدام التيبيا على طول. دي الكرينيال تيبيا المصري. كرينيال تيبيا المصري يبقى دي الفيبولاري ستيرشوس تحتها الكرينيال تيبيا اللي بيغطيهم الاثنين اللي هي اللونج ديجيتال اكسنسور المصري. دي عضلات الاكسنسور هقولهم بسرعه. خمسه لونج ديجيتال اكسنسور ماسل لونج ديجيتال اكسنسور تندون لاترال ديجيتال اكسنسور ماسل لاترال ديجيتال اكسنسور تندون كومون ديجيتال اكسنسور تندون. ودي الشورت ديجيتال اكسنسور ماسل موجوده من اللاترال واللونج ديجيتال اكسنسور تندون. بعد كده في عندي الفيبولاري ستيرشوس. الفيبولاري ستيرشوس يبقى الكونجينيوس الاستراكشر بتاعها وتحتها عضله اللي هي دي اسمها الكرينيال تيبيا. كرينيال تيبيا شبه قدام التيبيا على طول. دي الاكستنسور جروب. الفليكسور جروب وضعها بيبقى موجوده كودال. كودال يعني ناحيه الحافه من ورا اهي وميديال يعني في منها اجزاء بتبان ميديال. اول عضله منهم العضله دي كده اسمها الجاسترو كونيوس ماسل. اسمها جاسترو كونيوس ماسل. يبقى العضله دي كلها كده اسمها الجاسترو كونيوس ماسل. الجزء اللي بيبان معايا من ناحيه اللاترال دي بقول عليه اللاترال هيد اوف الجاسترو كونيوس ماسل. لاترال هيد اوف جاسترو كونيوس ماسل. لاترال هيد اوف جاسترو كونيوس ماسل. لما اقلب العينه ناحيه الميديال زي ما هنقلبها كمان شويه الهيد الثانيه اللي هتبان هي الميديال هيد. هي العضله بتبقى عامله كده بتبقى لفه حوالين رجلي كده من ورا. يبقى دي اللاترال هيد اوف الجاسترو كونيوس ماسل. بعد كده في عندي عضله الرفيعه الرقيقه دي اهي تبقى جايه منين كده اسمها السوليوس ماسل. سوليوس ماسل. سوليوس ماسل. التندون بتاع السوليوس والتندون بتاع الجاسترو كونيوس مع بعض بقول عليهم الاكيلس تندون. بسميهم ايه؟ الاكيلس تندون. هو السوليوس والجاسترو كونيوس اكيلس تندون. اما الاسم بتاعهم هي السوليوس واللاترال والميديا هيد بتاع الجاسترو كونيوس بيقولوا عليهم ترايسبس شوري ماسل. ترايسبس شوري ماسل. نقلب العين عن الميديال عشان نشوف بقيه العضلات. ادي لما قلبت العين على الميديال ادي الهيد الثانيه هي للجاسترو كونيوس اللي انا بقول عليها ميديال هيد اوف الجاسترو كونيوس ماسل. ميديال هيد اوف الجاسترو كونيوس ماسل هي دي. يبقى دي الميديال هيد اوف الجاسترو كونيوس ماسل. لما بفتح الاثنين هيد بفتح فيها كده بلاقي في عندي عضله موجوده بين الاثنين هيد اهي
تبقى ماشية بين الاثنين بتوع الجاستروكنيموس كده. اسمها ايه العضلة اللي جوه دي؟ اسمها السوبرفيشيال ديجيتال فليكسور ماسل. السوبرفيشيال ديجيتال فليكسور ماسل دي اللي هتكمل او هتنتهي معايا في تندون. هينزل ينتهي معايا تحت عند الديجيت تحت اللي هو اسمه سوبرفيشيال ديجيتال فليكسور تندون. سوبرفيشيال ديجيتال فليكسور تندون. سوبرفيشيال ديجيتال فليكسور ايه؟ تندون. تمام؟ طيب. بعد كده في عندي عضلة بس